مساء الخير لكل الساده المشاهدين في مصر وخارج مصر. اهلا بكم في حلقه جديده من برنامجكم اكلات وتكات الشيف حسن على قناه الحياه. بنقول لكل مشاهدينا في جميع انحاء العالم كل سنه وانتم طيبين، كل سنه وانتم طيبين، كل سنه وانتم طيبين. رمضان كريم علينا جميعا ان شاء الله. هنبدا اول حلقات موسم رمضان السنه دي 2021. بنقول لكل مشاهدينا في جميع انحاء العالم رمضان كريم، وتعالوا نبدا ونعرف طبعا تريكاتك. واتفقنا مع بعض ان رمضانك عندنا مش في اي حته ثانيه. امبارح عملنا لك ايه؟ عملنا لك البط عشان تقدري تختاري بين البط وبين الفراخ وبين الرومي. النهارده نعرف المنيو بتاعنا، نقول بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل ايه يا عم حسن؟ هنعمل الديك الرومي حسب امكانياتي 3 كيلو 5 كيلو او 7 كيلو او 14 كيلو. هعمله واعمله معايا رز خلطه، وهعمل شوربه كريمه، وهنعمل كمان جنبه ايه؟ كنافه كمان باللوتس، وهنعمل كمان قطايف كمان باللوتس، وهندلع. وبنقول لكل مشاهدينا في جميع انحاء العالم كل سنه وانتم طيبين جميعا. وطبعا ما تنسيش رمضان ما ينفعش من غير خشاف. تعالوا اما نشوف هنعمل ايه. اول حاجه جبنا الرومي زي ما انت شايفين حسب افراد اسرتك او اللي انت عازماهم، بتجيبيه من 3 كيلو 5 كيلو 7 كيلو 10 كيلو 14 كيلو 15 كيلو. اهم حاجه يعمل ديفروست بره الثلاجه لمده يوم كامل في الثلاجه، حطاه في كيس بلاستيك وتشطفيه من جوه، ملح خشن، فلفل خشن، دقيق، خل، تدعكيه مره واثنين وثلاثه واربعه، وتشطفيه مره واثنين وثلاثه واربعه، وتعطيه في محلول ملحي وميه فيها ثلج فيها خل فيها عصير ليمون ملح خشن، وتنشفيه. تعالى اما نتبله، ميه بصل، ميه طماطم، عصير ليمون، خل ابيض، واديله ملح وفلفل وبهار وجوزة الطيب. كل ده كده مع بعض، واقلب الكلام ده كله مع بعض يا عم ياسر التتبيله بتاعتي، واكون منضفاه كويس جدا، واكون جايباه منين برضو. اتفقنا مع بعض ان احنا جبنا امبارح بط العابد، النهارده احنا جبنا الرومي بتاع العابد برضه. احتاري واختاري. تعالى اما نشوف كده يا ياسر هنعمل الحشو ازاي. الحشو برتقان بلدي مغسول ومتقطع بقشره، برتقان بلدي مغسول ومتقطع بقشره، برتقان بلدي ومغسول ومتقطع بقشره، بصل احمر، كرات، كرات، كرفس، بصل اخضر، والتركه بتاع رمضان. عندك ايه؟ عندك تين، قطعيه شرايح. تين يا ياسر اهو، قطعيه قطعيه مكعبات تين. عندك مشمشيه، عندك بلح دراي بلح ناشف، وعندك قراصية، وعندك شويه جزر. ده الحشو يا حسن، ده الحشو. وعندي ملح وفلفل وزعتر وروزماري. يا تريكاتك، يبقى التتبيله موجوده وادي الحشو موجود. ادخل حشو مع بعضه. انا حطيت لي فيه قراصيه ومشمشيه، وحطيت فيه قمر الدين، وحطيت فيه بلح دراي. ليه؟ عشان كل سنه وانت طيبه رمضان كريم. تعالى بقى بنعمل له مساج. واحنا بنعمل المساج كده قدامك اهو، اهم حاجه تكون التنظيف بتاعه زي ما انت شايفاه. وانا شغال معاكي كده اعلق على شويه الرز بالخلطه، وكل التفاصيل قدامك. عشان اعمل رز بالخلطه بحط له ايه؟ اول حاجه معلقه زيت ومعلقه سمنه بلدي، معلقه زيت ومعلقه سمنه بلدي عشان الرز بالخلطه، وانا على ما اتبله يكون البصلايه بتاعتي غمقت. وفي نفس الوقت اعمل شويه كنافه بزبده البسكوت، كلنا عارفينها وبنحبها، نقدر نعملها بالمانجا، ونعمل قطايف كمان بزبده البسكوت. هندلع كل حاجه النهارده ان شاء الله اذا عنا ربنا ان شاء الله. معاكي كل التفاصيل. اهم حاجه الرومي غسلاه ومنشفاه كويس جدا جدا جدا. تعالى اما نشوف بقى هنعمل ايه. بص يا ياسر، انا ورقته، بص كده عليه اهو، ورقته. اول حاجه التوريقه دي اهو معايا يا حسن. بص التوريقه، فتحت الجلد عنده، بروح جايبه التتبيله دي وحطاها جوه الجلد يا جماله، وامد ايديا عشان اخلي جوزة الطيب. بص ايديا راحت فين عند الحاج عصام اهي، جوه كده ايديا جوه اهو. اعمل له مساج صح الصح، خدي بالك من التريكه دي عشان اهم حاجه اللحم اللي في الصدر ده اللي احنا هندلعه. بعد ما حطيت جوه التتبيله دي جوه الجلد تحت الجلد، ابدا احطها عليه في كل حته اهو. بص التفاصيل، الصاج اللي فيه البوكي جرنيه يا محمد يا موسى، وادعكه كويس. الصاج اللي فيه البوكي جرنيه، وادعكه كويس، واتبله كويس، واديله مساج كويس قوي يا جمالك. بص التفاصيل. بص يا اهم حاجه تاخد كل شويه من التتبيله دي كلها وتحطها تحت الجلد زي ما انت شايف كده اهو. خد من التتبيله حطها تحت الجلد، وانا شغال كده بقى اعمل ايه؟ اغمق البصلايه بتاعه الرز بتاعتي. احط عندي البصل الاحمر مكعبات زي ما انت شايف كده قدامك اهو،
عشان ايه يا حسن؟ عشان ياخد اللون الذهبي الغامق. وانا بشغل اللون الذهبي الغامق بروح جايبه كوبايه سكر عشان احرقها واحط لها معلقه ميه بسيطه كده اهو، واسيبها تتحرق تاخد لون ذهبي غامق. تفاصيلك كده كلها قدامك، تاخد لون ذهبي غامق. يبقى انا تبلت وفي نفس الوقت جهزت الحشو، وبجهز نفس الكلام دلوقتي على طول قدامك اهو، خلطه بتاعتي بتاعت الرز. وانا بعمل الخلطه برضو اروح معلقها يا ياسر على ايه؟ على شوربه الكريمه، عشان رمضان بيحب الشوربه، واحلى شوربه المصريين بيحبوها شوربه الكريمه. احط معلقه سمنه بلدي برضو. خطواتك كده كلها قدامك، واجي اهو التتبيله، اتاكد المساج بتاعي في كل حته بتاع الرومي بتاعي، واروح جايبه الحشو ده. بص اللي فيه كل حاجه قدامك اهو، الحشو قدامك اهو يا السور. ابدا احشي حشوي قدامك بعد ما حطيته في التتبيله نص ساعه ساعه، حشوي فيك حاجات كل يا ميش رمضان، واحده واحده كده مع بعض. وبعد كده اجيب صاج اضغط عليه كويس قوي الحشو اهو، عشان الاطعمه دي كلها تطلع على الرومي. الرومي ده هيقعد قد ايه حسن؟ هيقعد 4 ساعات. يعني ايه يا حسن؟ خدي بالك فوق 7-8 كيلو 4 ساعات عشان يطلع عندك ناعم وزي الملبن. خدي بالك من التفاصيل اهو. حط حشوك واضغط عليه كويس جدا، تمام زي الفل. ارجع هنا اهو البصلايه بتاعت الرز، وهنا السمنه البلدي، وجبت عندي صدر عشان الكريم دو فولاي شوربه الكريمه، حطيت صدر فراخ متقطعه مكعبات. واجي هنا اهو يا سور، تعالى بقى اجيب صاج وفرني مظبوط على درجه حراره 180. الصاج اهو، واحط التتبيله تاني اللي هي دي عليه اهو، تمام كده عليه اهو الومنيوم فويل. واخد بقيه الحشوه بتاعتي احطها حوالين الرومي بتاعي، والرومي غسلاه ومدلعاه. يا تفاصيلك يا سور يا جمالك. واحنا شغالين كده عندي هنا كوبايه السكر بتاعتي اللي انا بحرقها عشان الرز الخلطه. بص كوبايه السكر اهي، وبستعمل الحلل بتاعتي روفال قدامك اهي، كل مقاساتك موجوده. تعالى بقى كده اهو التركه المهمه بقى قد ايه يا حسن. اول حاجه هدخله الفرن على درجه حراره 180 لمدة نص ساعة. بعد نص ساعة يا ياسر بخفضها إلى 150 وبسيبها 4 ساعات. تمام؟ تعالى ظبط لي هنا يا حسن. تعالى يا حاج. 180 نص ساعة. يا تفاصيلك. وبعد كده يا ياسر تعالى اما نشوف التفاصيل التانية. عندي السكر بيتحرق قدامك هنا، هنا الحلل بتاعتي بتاعت روفال بعمل فيها كريم دو فولاي شوربه الكريمه بالفراخ والمشروم، وبعمل هنا الرز الخلطه. كل التفاصيل قدامك اهو يا جماله. وهنا برضو الكازرولات بتاعت روفال بعمل فيها الكراميل، وهعمل هنا التوبنج اللي هطلع فيه. وعندنا مسابقه هنقولها لك ان شاء الله بتركاتها وحركاتها وتفاصيلها، تابعينا. قال اول حاجه الرومي هيقعد قد ايه؟ فوق السبعة كيلو هيقعد 4 ساعات، بس نص ساعه على درجه حراره 180، وساعتين 3 ساعات ونص على درجه حراره 150. خدي بالك من دي. بعد ما استوى عندي يا جمالك، هنا بعمل اهو، هنا بعمل الشوربه، وهنا بعمل الرز بتاعي. تعالى بقى يا حسن، الرز بتاعي البصلايه احرقها كويس قوي. تعال شوف الرومي بعد ما استوى نص ساعه على درجه حراره 180، وساعة 3 ساعات ونص على درجه حراره 150. بص قدامك اهو دلع، تمام. بعد ما استوى كده هعمل له ايه يا حسن؟ هحط له معلقتين زيت على النار. خد بالك اهو، معلقتين زيت على النار ومعلقتين سمنه. تفاصيلك قدامك اهو، معلقتين زيت ومعلقتين سمنه.
معلقتين زيت ومعلقتين سمنه، معلقتين صلصه، معلقتين عسل ابيض، وشويه ملح، وشويه فلفل، وشويه زعتر، وشويه روزماري. دول املي ايه يا حسن؟ اللي انا هدهن بيهم الرومي بعد ما استوى. وادي الكراميل اللي عندي بتتحرق، تمام. ارجع هنا اهو عشان اعمل الكنافه بتاعتي بالزبده بتاعت البسكوت. بجيب نص كيلو كنافه وبفرتكها يا ياسر، نص كيلو كنافه وبفرتكها. بص يا ياسر، واحطها في صك كده اهو عطشانه، واروح جاي مدخلها الفرن تتحمص. تخش الفرن تتحمص، واكون مجهزه لها سمنه تاخد لون ذهبي. يا جمالك. هنا بقى اقلب عندي. مين معانا يا نانسي؟ يا ام احمد صباح البحر وصباح الاسكندرانيه حبايبنا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا هانم. صباح الخير طيب يا شيخ. وحضراتكم جميعا طيبون. تسلم ايديك، ربنا يعود عليك الايام دايما بخير يا رب. علينا جميعا يا خاله ام احمد يا غاليه. ربنا يديك الصحه والعافيه، ما تحرمش منك ابدا يا رب. امين يا رب العالمين يا رب. انا حبيت احييك بالشهر، كل سنه وانت طيب، ربنا يتقبل منك ان شاء الله. امين يا رب. بيكرمك. كنت بس على الشيخ محمد الصغير. اه محمد وصل اهو، حسن الصغير وصل اهو. اه طب تمام. الحمد لله على سلامته، وصل اهو. الف شكر يا ام احمد. مبروك مبروك الديكور الجديد. مبروك علينا جميعا من اجل سعادتكم جميعا يا ام احمد. كل سنه وكل الامه الاسلاميه بخير يا رب. رمضان كريم من قناه الحياه وبرنامج اكلات وتكات شيف حسن. هنا هلمع بيه. ايه ده يا حسن اللي انت عملته ده؟ هلمع بيه. وهنا الكراميل اللي بحرقها، خدي بالك. هنا البصلايه لازم تدبل. وهنا زي ما انت شايف كده قدامك الفراخ اهو، عشان الكريمه احط لها البصله، واحط لها كرات، واحط لها كرفس، واحط لها مشروم. كل ده مع بعضه عشان اعمل شوربه الكريمه. واتبلها شويه ملح وشويه فلفل ابيض وشويه جوز الطيب، واحورهم كويس قوي زي ما انت شايف كده. وبعد كده اجيب لها معلقه دقيق عشان اعمل شخصيه. معلقه دقيق زي ما انت شايف كده اهو قدامك. الدقيق ده هيعمل ايه؟ هيعمل شخصيه للقوام بتاع الشوربه. والبصله هنا لازم تاخد لون ذهبي غامق زي ما انت شايف. الخليط ده لازم يدفى كويس قوي، والكراميل تتحرق. وانا بشتغل معاك كده وبجهز الرز، هجهز له الخلطه. وابص على الكنافه يا جماله، بص الكنافه قدامك اهو. والقطايف امبارح انا عملتها لك، خدي بالك من التركه دي. قلت لك القطايف كوبايه من الدقيق، عليهم معلقتين من السومولينا، ومعلقه سكر، ونص معلقه خميره فوريه، ونص معلقه بيكنج باودر، وذره ملح، وذره فانيليا، وضعف الدقيق، ميه دافيه، وتسيبها تستريح. ادي القطايف اللي احنا عملناها لك امبارح. تعالى اما اعملها قراطيس كورنيه قدامك اهو. بص يا سور اهو، قفل كده كويس اهو. تعالى الكلام ده كله قدامك اهو. اسقطه يا ياسر جوه زيت سخن عشان يتحمر. ومجهز له الشربات التقيل اللي انا عملته امبارح، كميه من السكر، نصها من الميه، ومعلقه عسل جلوكوز، وسنه ملح ليمون، وبعد الغليان سنه ملح ليمون. بص قدامك اهو. وفي نفس الوقت هعمل كمان ايه يا ياسر؟ هعمل الخشاف. خشاف. خشاف عندي أراسيا. عندي قمر الدين. عندي زبيب. حاضر. عندي أراسيا. عندي تين. عندي مشمشية. عندي كمان أهم حاجة البلح الناشف. عندي لوز. عندي سوداني. عندي جوز هند، عندي شوية فانيليا، عندي مية سخنة بتغلي، عندي مية سخنة بتغلي أهو لكل حاجتك أهو، مية سخنة بتغلي. أسيبها لحد الفطار، تمام. وعندي كده جاهزة الشوربة يا جمالك.
يبقى جهزت عندي الديك، خبزته، جهزت له التوبنج، عملت الشوربه، جهزت لها اهو ميه سخنه بتغلي، حطيتها عليها عشان تستوي بعد ما اديتها دقيق، والبصل عندي بتتحرق. لكن التريكات والحركات لا ناسها، انتظروني. انتظرنا وشوقنا اليك، جيت يا رمضان. سبيشال كله عندنا، بنقول لكل سادة مشاهدينا في جميع انحاء العالم رمضان كريم علينا جميعا يا رب. بدانا حلقتنا قلنا بسم الله الرحمن الرحيم، رمضانك عندنا. حرقنا سكر بعد ما اتحرق وخد اللون الغامق كده، حطيته على البصلايه اللي واخده لون غامق زي ما انت شايف كده يا سور، عشان اعمل شويه رز، شويه رز خلطه، واسيبهم تقصر كده البصلايه مع الكراميل تاخد اللون الغامق خالص عشان استمتع بالكراميل. وغاليه كده عندي اهو، اجيب ميه سخنه بتغلي. كمية قد ايه يا حسن؟ ميه سخنة بتغلي قد يا حسن، بص بتغلي قدامك اهو، قد كمية الرز مرتين ونص. المية دي تكون قد كمية الرز مرتين ونص. في الأثناء دي تقدروا تتواصلوا معانا من خلال صفحة قناة الحياة على الفيسبوك، أو من خلال أي رقم تليفون أرضي على 38550017، من جميع محافظات مصر ومن جميع أنحاء العالم لو زودت مفتاح فتح مصر. أقلبها وأتبلها شوية ملح وشوية فلفل ومكعب مرق، كل التفاصيل كده قدامك اهو. وبعد كده اغطيها واسيبها تغلي شويه قبل ما اضيف لها الرز. وهنا عندي الكريمه، شوربه الكريمه بعد ما خدت ودت مع بعض، ما ضفت لها الميه قبل ما اطلع فاصل، بعد ما سويت في السمنه والزيت الايه الفراخ المكعبات الصدور، واديتها البصل والكرات والكرفس والبصل الاخضر، واديتها مشروم ومعلقه دقيق، وتبلتها ملح وفلفل ومكعب مرق، جاهزه كده. اروح حطيت لها كوبايه كريمه طهي. قدامك التفاصيل اهو كلها. يبقى كده عندي الشوربه جاهزه، وهبدا بعد ما يغلي عندي كل التفاصيل عندك بتاعه الرز الخلطه، وعلق على الخلطه بتاعتي. وانا شغال كده ابص على الكنافه، بص الكنافه خدت لون ذهبي قدامك اهو التفاصيل يا جمال. هطلعها يا حسن، هطلعها يا حسن، اديها ايه شوية سمنة بس مرجع. بص على القطايف مع حسن الصغير، بص القطايف خدت اللون الذهبي الجميل ده قدامك اهو. وعندي الشربات التقيل اللي انا عملته لك امبارح، اللي هو كمية من السكر نص من المية ومعلقة عسل جلوكوز وذرة ملح ليمون قبل الغليان وذرة ملح ليمون. تعال اهو يا سور وانت معاه اهو مع الشربات، اخد القطايف وهي سخنة كده انزلها جوه ايه الشربات التقيل البارد، وقلبيه يشرب اللي هو عايزه. بعد ما يشرب اللي هو عايزه تروح مطلع القطايف بتركتها كده، حطها في مصفى يا جمالك. والرومي بعد ما استوى دهنته بالسائل بتاعي اللي هو عباره عن سمنه وزيت وعسل وصلصه وملح وفلفل وزعتر وروزماري، ودخلته الفرن. تعال بص كده يا عم ياسر، الرومي بتاعي اهو، الرومي بتاعي بعد ما دهنته بالكوتنج يا جمالك. خد يا حسن دي الكنافه عندي بعد ما خدت اللون ده، خد بالك التركه بقى اهو، اروح جايبه سمنه سايحه. بص التفاصيل قدامك، اجيب لها سمنه سايحه عشان ايه يا حسن؟ عشان اسقسق لها كده وادخلها الفرن تاني تتحمص بالسمنه. يعني بعد ما خدت اللون ده اديها بقى تثبيته بالسمنه بتاعتك، ودخليها الفرن تاني تبدا تعصر. من ايه اللي حصل البولاد دي اللي احيانا يا جمالك؟ احطها في الفرن تاني تعصر. يا جمالك
عندي الصوص بتاعي عتق. بص الصوص عامل ازاي، اروح حاطه كيلو الرز بتاعي البسمتي واحوره. هاتهم هنا في النص، احورهم كده مع بعض واغطي عليه. تعالى بقى هعمل ايه يا حسن، هعمل الخلطه بتاعه الرز بتاعتي. الخلطه عباره عن ايه، سمنه احطها عندي تفيح، السمنه بتاعتي بسيحها، السمنه تسيح عندي اهو، واصفي كويس القطايف عشان هبدا. يا جمالك يا تفاصيلك. اللهم اعلي هنا حاجة. عندي بقى عشان اعمل الكنافه باللوتس، تعالى اما ندلع بقى عشان رمضان. قدامك اهو الايه؟ البولات بتاعت الزبادي، عندك الصغير وعندك الكبير وعندك الدلع، ودلع عيالك. اعملي لكل واحده لاولادك كده واحده، او اعملي لجيرانك واحده كبيره ودلعي ولففي ايه الطبق بتاع رمضان في كل حته في بيوت مصر. لففي للناس كلها. الكنافه بعد ما تعصب هجيب لها شربات التقيل البارد عشان اسقيها بيها بعد ما تخرج يا ياسر. ادي الشربات التقيل البارد اهو اللي انا عملته امبارح، كميه من السكر نص ميه، معلقه عسل جلوكوز، ذره ملح ليمون قبل الغليان وذره ملح ليمون بعد الغليان. بص اهو يا تفاصيلك. هنا الشوربه عندي اهو، تعال امسح لي هنا الشوربه حسن. شوربه بتقول لك يا جمالها، حركاتها يا تكاتها، والرز بيختي. بص الغليان يا ياسر في لحظه غليت، في لحظه. بص الغليان يا جماله يا تفاصيله، كل التفاصيل. الشوربه طالعه عندك ازاي قدامك بتفاصيلها وحركاتها وتكاتها يا جمال. وعندك شويه الرز حوريهم واحنا بنعمل الخلطه. يا جمال تعالى بقى نشوف هنعمل ايه في القطايف، وبعد كده هنعمل ايه. تعالى نشوف القطايف. اول حاجه اهو بعد ما تصفت بجيب عندي الكريمه بتاعه البسكوت اللوتس. هات البسكوت المقطع. بص البسكوت المتس المطحون يا جمالك يا استاذ اماني. صباح الفل يا هانم. صباح الفل يا شيخ، كل سنه وانت طيبين يا استاذ اماني. حضرتك طيب يا شيخ، تحت امرك يا غاليه. كنت بس عايز اعرف طريقه الفول المدمس. حاضر من عندي قبل العندي. انت ما حضرتيش معانا تدميس الفول؟ حاضر. لا للاسف والله، بس اليومين اللي فاتوا دول ما كنتش موجوده. كل سنه وانت طيبه. حاضر من عينيا الاثنين يا استاذتنا، كل سنه وانت طيبه. الفول بتجيبيه وبتنقيه كويس جدا وتغسليه مره واثنين وثلاثه، وتنقعيه لمده 12 ساعه. بعد 12 ساعه بتجيبي القدره بتاعتك او الحله، بتحطي الفول فيها، بتحطي فيها بصلايه، بتحطي فيها طماطميه مبشوره، شويه عدس، شويه قمح، وتسيبيه على النار، على نار هاديه خالص. اول ما يغلي تهدي النار وتسيبيه على شمعه واحده واحده. لو احتاج ميه ثانيه سخنه اديله ميه، بس ما تديلوش ميه ما تكونش سخنه، ميه تكون سخنه. بص يا ياسر، ده البسكوت بتاع اللوتس بتاعي اهو قدامك اهو، بعد ما اديتها كريمه بتاعتي اهو. يا جمالك يا تفاصيلك اهو يا جمال، تدي له من جوه كريمه اللوتس، وادي بسكوت اللوتس قدامك التفاصيل كلها اهو. يا جماله يا تفاصيله. تمام، تعالى نعمل الكنافه برضو باللوتس يا جماله. الكنافه بتاعتي عندي، تعالى اما نشوف التفاصيل قدامك اهو. الكنافه عندي جاهزه، خدت اللون الذهبي اهو. بص يا سور الكنافه.
تعالى بقى يا ياسر نشوف هنعمل ادي القطايف بزبده البسكوت، وتعالى بقى اما نشوف كمان هنا اهو هعمل كمان الخلطه. السمنه ساحت اديها البصلايه. يا جمالك يا ياسر، تعالى بقى اقلب الكنافه دي مع بعضها كده اهو. تعالى بص يا ياسر، اعمل لك الكبيره الاول اديها للضيوف وجيرانك. ادي الكنافه اهي، واروح جايه كبسها كده اهو الكنافه، بص عليها كده من فوق، اكبسيها كده في الطاجن بتاع رمضان بتاع الاورينتال. بص كده كبستها اهو، هات كريمه تاني يا جماله جوه، بص عليها من فوق وتعالى دلعها اهو يا جماله اهو، اديها كريمه اللوتس من جوه يا جماله. وبعد كده كمان البسكوت اهو، انت معايا البسكوت كمان اهو تمام. وادي كمان الجزء الثاني من الكنافه اللي خدت الشربات بعد ما طلعت، وتروح جايه برضو مسويها كده اهو. يا ام يوسف صباح البحر. يا ام يوسف صباح الفل يا سيدي. صباح البحر يا غاليه. صباح الفل، كل سنه وانت طيب، وصباح رمضان وكنافات رمضان وقطايف رمضان. ربنا يبارك لك ويزيدك في الدنيا. امين يا رب. كل سنه وانت طيب، والشيف محمد حسن الصغير عايز اقول له كل سنه وانت طيب، ويعمل لي باي باي كده عشان تبقى معتاد. اعمل الحاجه باي باي حسن يا صغير. كل سنه وانت عمل ايه في الشهاده؟ بتقول لك كل سنه وانت طيب، اقف يلا اقف خليك جنبي اعمل باي الحاج. تبقى معتز يا شيف، ربنا يبارك لك فيه. امين يا رب. منور الشاشه انت وبابا، الله اكبر عليك. ربنا يكرمك. كل سنه وانت طيب يا حسن، وكل سنه وانت طيب يا شيف. ربنا يخليك يا غاليه. كل سنه وعيد عليكم بخير يا رب وعيد وسعاده يا رب. امين يا رب العالمين يا رب. تعالى يا رسول، بص يا رسول، بعد ما حطينا الكريمه من فوق بتاعت الايه البسكوت، زبده البسكوت، حط كمان البسكوت المطحون. وتعالى دلع يا ياسر، دلع العيال ودلع جهاز. ادي البسكوت اهو في كل حته اهو، بص كده البسكوت، دلعي كده عشان تعملي احلى كنافه واحلى فطار واحلى تركات يا جماله. هنعمل الصغير برضو زي دي كده، وانا عملت لك الكبيره الصغيره هنعمله زيها بالظبط، لكن هنا اهو الخلطه يا ياسر. البصله دبلت، احط القوانص، القوانص اهو يا ياسر، القوانص الاول بتاعه الايه بتاعه الديك الرومي، واتبلها شويه ملح وشويه فلفل، واكون غسلها كويس ومقطعها مكعبات، واحط بعد ما دبلت الكبده بتاعه الايه الرومي، واحط كمان شويه اللوز وشويه تين مكعبات، شويه تين وشويه مشمشيه وشويه قراصيه، واكون نقع الزبيب يا ياسر. بص الزبيب اهو كنا نقعاه، احط الزبيب اصفيه من الميه، واقلب كل الخلطه دي مع بعض، الكبد والقوانص واللوز والمشمشيه والقراصيه، وطبعا شويه من اللوز المكسرات وشويه من الزبيب، اقلبهم مع بعض على ما اقلب الرز بتاعي. تعالى بقى يا ياسر ارفع ده يا حسن، الشوربه عندي جاهزه، شوربتي جاهزه. تمام، جاهزه الشوربه عندك اهو يا ياسر، يا جمالها يا حركاتها يا تكتها. راستر الفرن، تعالى كده اهو الرز ختم. تعالى بص على الرز بتاعك، يا جمال اقلب التقليبتين بتوعي عشان الخلطه بتاعتي جاهزه كده قدامك اهو، الكبد والقوانص في سمنه، وتكون بلدي وشويه لوز شويه قراصيه شويه مشمشيه شويه زبيب شويه جوزة الهند، عندك اي حاجه الخلطه بتاعتك رواقه بتاعت رمضان يعني، حط مشمشيه وقراصيه، دوقي وجربي، دوقي وجربي كل التفاصيل. ابدا اجهز كمان هنا اهو في بقيه الايه الكنافه، اعمل الطاجن الصغير ده احط له شويه برده من الكنافه بعد ما خدت الشربات بتاعي وبردت. قدامك اهو بقيه الكنافه يا حسن، واضغط عليها، دي كبيره اضغط عليها بايديا،
او بكعب كوبايه. حط الكريمه بتاعتك مين يا فندم؟ استاذه عزه صباح الخير. حضرتك طيب وانت طيبه وحضرتك وكل ساده مشاهدينا طيبين يا هاني. كلنا بخير يا رب. امين يا رب العالمين. ليا سؤالين يا شيف حسن. اتفضلي يا هاني. انا عندي جوز هند مش عارفه اعمل فيه ايه، دي حاجه. السؤال الثاني، عايز اعمل قمر الدين ما يطلعش ناشف وما يطلعش ملمع. يا قمر الدين؟ قمر الدين. بصي لكل كوبايه سائل. فلا انا هقفل مع حضرتك دلوقتي. وعايزه اعرف ده الجوز الهند ده يعني اهم حاجه، يعني اصل انا لما بحطه على الخشاف بيشرق. بس بيشرق؟ اما شرايح ولا ناعم؟ لا ناعم. ناعم؟ لا الناعم ما ينفعش تحط على الخشاف. ماشي. فيا ريت تقول لي ايه الحاجات اللي احطها في الجوز الهند، وهعمل ازاي القمر الدين يطلع كويس ما يطلعش ملمق ولا حاجه. اول حاجه الجوز الهند عندك كميه احشيها كلها، احشيها الكنافه اليومين دول، اعملي كنافه بلدي او اعملي قطايف واحشي بيها الكلام ده كله. اما بالنسبه لقمر الدين، لكل كوبايه سائل معلقه نشا، لكل كوبايه سايله يعني ايه، هنحط هتبلي قمر الدين في الميه دافيه، تعاير الكوبايات لكل كوبايه حطيها معلقه نشا هتربط معاكي ومش هيطلع جامد ومش هيطلع سايل. بص قدامك اهو حطيت ده، يا جمالك يا تفاصيلك. وهندي روزيتات من الزبده بتاعت ايه، كريمه اللوتس بتفاصيلها اهو قدامك وحركاتها. تجيبها مع التاني الصغير يا جمالك. يا جمالك يا اخي. قلب بيه حسن. يا ام انس. ازيك يا سيف؟ صباح الفل يا ام انس يا غاليه. كل سنه وانت طيب. وحضرتكم جميعا طيبون يا هانم. عايز اعرف بس طريقه البفتيك اللحمه. حاضر. البفتيك سهل جدا، ميه بصل ميه طماطم ملح وفلفل وبهار، تمام؟ وبعد كده تسويه في معلقه زبده ومعلقه زيت. تمام. بكل سهوله يا فندم، تحت امرك يا فندم. يا جمال يا جمالك يا حركاتك. حط جنبهم وتعالى بقى ادي لهم البسكوت بتاعهم من فوق. بص دلع. وعملنا لك كنافه وعملنا لك قطايف بنفس زبده البسكوت يا جماله. الخلطه بتاعتي جاهزه، الخلطه بتاعتي جاهزه، تمام يا جماله. الرز بتاعي تعالى بص التركات والحركات حبايب حبايته. بص قدامك، بص الرز يا جماله، وشربتي جاهزه وخلطتي جاهزه، شربتك جاهزه يا جمالك. بس يا حسن تعالى بص هنا يا السور، الفرن بيقول لك يا تريكاته وحركاته. الرومي اتفقنا قاعد 4 ساعات، نص ساعه على 180 وثلاث ساعات ونص على 150 يا جمالك يا تفاصيلك يا جماله. جوعنا صحيح. هاجه اخلص القطايف دي بتاعتي، قطايف جاهزه كلها، البسكوته عندك تكون طحناها يا جماله. اهم حاجه هطلع بسكوت يا حسن لو سمحت، بسكوت مثلثات. تعالى بص يا ياسر، ادي القطايف اهو. وبسكوت يا جمالك. احلى حاجه تدلع العيال وغيري عادات وتقاليد. اعملي مره بشوكولاته البترمان، اعملي مره بزبده البسكوت، اعملي مره بالمانجا، اعملي مره بالفراوله، احتاري واختاري. وهنعملك بالكريمه طول رمضان، هتلاقي كل يوم معانا صنف قطايف مختلف، صنف كنافه مختلف، صنف بسبوسه، كل اللي انت بتحلمي بيه في رمضان مع الشيف حسن على قناه الحياه هتلاقيه. تعالى زي ما انت شايف كده التفاصيل كده قدامك اهو. وادي لجيرانك يعني، اعملي نص كيلو القطايف
ادي لعيالك وادي لجيرانك. الكنافه برضو اللي احنا عملناها برضو بزبده الايه البسكوت، اعملي طواجن صغيره ادي لعيالك ولجيرانك وحبايبك وقرايبك واهل جوزك واهلك ووزعي. رمضان بيحب الخير وبيحب اللمه. بس خدوا بالكم عشان طبعا مشكله الكورونا، ربنا يسترها علينا يا رب. يا جمال عملت الستارت للفرن؟ يا تفاصيلك زيك ما فيش بين الايام كلك. القطايف تجيبيها اهم حاجه طازه وتعمليها كورنيه، ما تقفلهاش، اعمليها كورنيه عشان تستمتعي بيها. تديها قشطه، تديها كاستر، تديها زبده اللوتس، تديها الشوكولاته بطرمان زي ما انت عايز. اختاري واختاري. تمام رزي تمام. يا جمالك يبقى اهم حاجه الرومي، جبناه الرومي، اتفقنا مع بعض ان احنا عملنا امبارح البط، قلنا لك احتاري واختاري، تعملي بطايه، تعملي فرخايه كبيره، او تعملي ديك رومي من 3 كيلو او 5 كيلو او 7 كيلو او 10 كيلو او 14 كيلو زي ما انت عايز. عندنا مسابقه طبعا، تعالي نعلنك على المسابقه قبل ما نعلن. طبعا عندنا مسابقه من تروفال، خش على صفحه تروفال، اكتب رساله، بعت رساله واكتب كلمه الشيف حسن عشان تكون الفائزه كل اسبوع. عندنا لينك قدامك اهو بتاع صفحه تروفال عشان حضرتك تكوني فائزه. كل يوم سبت هنوزع هدايا من تروفال على الفائزه، تستلميهم من عندهم على اساس كل واحده. كل يوم سبت 4 عرايس في الشهر، كل اسبوع عروسه ان شاء الله، هديه جميله من تروفال. خش على الايه اللينك بتاعهم على الصفحه بتاعهم، اكتب رساله على الفيسبوك الشيف حسن، وان شاء الله يسحبوا منك وتطلعي من الفائزين ان شاء الله. كل يوم سبت معانا فائزه ان شاء الله بهدايا مقدمه من تريفال. التريكات والحركات لا ناسها. انتظروني، رمضان كريم يا رمضان، ليل ويا نهار يا رمضان، واكبر وصغار يا رمضان، بعد انتظارنا وشوقنا اليك. مرحب شهر الصوم، مرحب لياليك عادت في امان، بعد انتظارنا وشوقنا اليك جيت يا وعدنا. والسبيشال كله عندنا، بدانا حلقتنا بسم الله الرحمن الرحيم. رمضانك عندنا مش في اي حته، بنقول لكل ساده مشاهدينا في جميع انحاء العالم رمضان كريم. بدانا حلقتنا قلنا بسم الله الرحمن الرحيم، تعالي نعمل رومي من 3 كيلو لحد 14 كيلو زي ما انت عايز، ونعمل شويه رز خلطه، ونعمل شويه شوربه كريمه، ونعمل خشاف، ونعمل قطايف بزبده الايه البسكوت، ونعمل كنافه بزبده البسكوت زي ما انت شايفه. وفي نفس الوقت عندنا مسابقه لتروفال، تقدري تخش على صفحه تروفال واللينك عندك قدامك اهو، تكتبي في الرساله شيف حسن فقط لا غير. وعندنا 4 عرايس يكونوا كل اسبوع عروسه، تاخد هدايا من تروفال بكل منتجات تروفال بمقاساتها بتركاتها بحركاتها. وعيش يا عم ياسر، وعيش كل ساده مشاهدينا. We'll be right back.
احتاري واختاري. بنقول لكل سادة مشاهدينا في جميع انحاء العالم رمضان كريم، كل سنة وطيبين جميعا. بكرة نشوفكم في حلقة خاصة من برنامجكم أكلات وتكات الشيف حسن على قناة الحياة من 12:30 لـ1:30. التريكات والحركات لا ننساها، انتظروني.